السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فاطمة الزهراء من قناة الجورد. تنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن حال وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الوصفة اللي كنعتمدها، عندي معتمدة ديال الإمساك اللي كتضم في مكونات ديالها بشكل أساسي سنمكي اللي عندنا في المغرب، تناديو بسن حرام، وكنظن أن الأغلبية ديال الناس يعرفوه ولكن ما تعرفوش الطريقه ديال الاستعمال المناسبه. وانا اليوم جيت باش نشارك معكم طريقتي المعتمده والناجحه باذن الله. نخليكم تتابعوا معايا مكونات ديال الوصفه ديالي. الوصفه ديالي كتكون من سنمكي، سن حرام، والورد والعسل الحر. ونتكلموا شويه على الفوائد ديال سنمكي. السنة كيحتوي على مادة كيميائية ملينة تسمى الانتراكينونات، وهي مادة قوية تستعمل في حالة الإمساك المزمن. وكملحوظة كنوصي النساء الحوامل والمرضعات باش كاع ما يستخدموه. وورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. وقد ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالسنة والسنوت، ففيهما شفاء من كل داء. وكنلقاو أن في الوصفة ديالنا كنستعملوا أيضا الورد، بالإضافة لاستخدامات ديالو التجميلية، فهو عنده فوائد طبية هامة، فله آثار مفيدة بالنسبة للجهاز الهضمي وعلاج الأعراض الشائعة كالانسفاخ واضطراب المعدة، وكيعمل أيضا كملين لعلاج الإمساك مع عدم الإفراط في شربه، مما كنعرفو كاملين الشيء إذا زاد عن حده انقلب لضده. والوصفة ديالنا ديال اليوم كتكون من 20 غرام من الورد مطحون، 20 غرام سنمكي مطحون، و 200 غرام ديال العسل الحر. كنطحنو المكونات ديالنا في مولينيكس وكنخلطوهم معلقة مع العسل الحر، ولكن عدد الاشخاص اكثر تقدروا نضاعفوا الكميه. ونوريكم انا الخليط ديالي كيفاش يكون، كيفاش اصبح من بعد ما خلطته انايا. ها هو، الشكل ديالو كيفاش يكون. نخلي لكم الوصفة اللي بغى يدير لها سكرين. ونخليكم مع طريقة الاستعمال باش ما نطولوش في الفيديو. انا الفيديو ديالي اليوم بغيت نخليه خفيف ظريف، ما يكونش طويل. المهم من بعد ما كنحصلوا على هذا الخليط هذا، طريقة الاستعمال مهمة جدا. كناخذوا معلقة كبيرة على الريق من هذا الماد الخليط، وحدة اخرى من بعد صلاة العصر معلقة كبيرة، وخلال اليوم كنحاولوا نشربوا، كنشربوا الماء كتير، تقريبا 5 لتر. هذا الماء اللي كنشربوه هو اللي كيساعدنا على التخلص من السموم، من الدهس، من الامعاء، ومن التراكمات اللي عندنا. وبالاشاره هذه الوصفه راه كيستعملوها حتى الناس اللي عندهم الغازات واللي عندهم اللي واكلين اللي عندهم تسمم ولا اي حاجه كضر، واللي عندهم انتفاخات، فهي كتخلص من هذه الشوائب كامله ومن هذه الاضرار بإذن الله سبحانه وتعالى. الطريقه كنفصلوا ما بين هاد الوصفه. مثلا استعملناها اليوم كنصبروا 3 ايام ونستعملوها عاوتاني، ونصبروا 3 ايام اخرى وتنستعملوها، يعني كنستعملوها خلال 3 ايام والفاصل بيناتهم 3 ايام. وقبل النوم تنشربوا كناخذوا معلقه صغيره ديال حب الرشاد يوميا، كتعوضنا على داك المعادن اللي كيفقدهم الدهس. فحب الرشاد عنده فوائد هو عظيمه، كتعوض الدهس. وتنتمنى تجربوها وتنتمنى تعود عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه، ونلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء.